أهلا أهلا وسهلا، مرحبا فيكم ومرحبا فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا السيدة العصفورة مضيعة، لأن طول اليوم أنا برا البيت مسكر الليتات، لأن في يعني في شبابيك في نوافذ، يعني يفترض انها تعرف الصبح من الليل، بس لان كله طالع انا من الصبح، فالحين فرصة انها تطلع مواهبها يعني في التغريدات. فمشكورة عصفورتنا. قال الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وبهذا القدر، يعني هو قال أعلمنا مطلق الهوى يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في عاقبة، ويحث على نيل الشهوات عاجلا، وإن كانت سببا للألم والأذى في العاجل ومنع لذات في العاجل. فأما العاقل فإنه ينهى نفسه عن لذة تعقب ألما وشهوة تورث ندما، وكفى بهذا القدر مدحا للعقل وذما للهوى. ألا ترى أن الطفل يؤثر ما يهوى وإن أداه إلى التلف؟ فيفضل العاقل عليه بمنع نفسه من ذلك، وقد يقع التساوي بينهما في الميل والهوى. يعني قلنا ان الفرق بين الطفل وبين الطفل وبين الكبير، ان الطفل يفعل ما هو بخاطره، ما يريده فورا من غير تفكير في العاقبه، فتجده يتبرز على نفسه، ياكل اي شيء يوضع امامه، يتذوق اي شيء كذا. أما العاقل فإنه لا يأكل أي شيء، يعني إذا مثلا حضره الحسر يصبر، يعني بين الناس وجالس بين الناس وفجأة يسكت ويشخ على نفسه من بابنا، والله ليش إني أضايق نفسي، خلاص متى ما أنا ما لي شغل بالناس، ما شيء يعني شيء يريحني الحين سويته. طبعا العاقل لا يفعل هذا الشيء. فهذا الذي يفضل بين العاقل وبين الطفل، بين الكبير وبين الصغير، ان الكبير يفكر بالعواقب، يفكر في ما لا يحسن، ما عاقبته وخيمة. ما الكبير يصبر، اما الصغير لا يصبر، لا يعرف العواقب، لا يفكر، جاهل. كذلك مدمن الإباحية هو من يعني يتدنى عقله إلى مرتبة الطفل، فيفعل كل ما يتبادر إلى ذهنه من مما هو يريده، مما هو في خاطره، مما ترغب به نفسه، من غير تفكير بالعواقب، من غير معرفة، ومن غير يعني تأجيل وصبر. مع أن لذات الدنيا ولذات الآخرة ستأتيه، لكن هو يفعل ما هو مريح له الآن. نعم، يقول: بهذا القدر فضل الآدمي على البهائم، يعني حتى الآدمي على البهائم فضل بهذه الناحية. أعني ملكة الإرادة، هو عنده إرادة يختار ما يريد، لأن البهائم واقفة مع طباعها لا نظر لها إلى عقبة. يعني طباعها، والله أنا يعني من طباعها أن تأكل وقت الجوع، أن تنكح وقت الاستثارة، أن تنام وقت التعب. هذا الآدمي الذي يعني فقط وقت ما يريد أن ينام ينام، وقت ما يريد أن يأكل يأكل، وقت ما أنه يريد أن ينكح ينكح. فما الفرق بينه وبين البهيمة؟ ما الفرق بينه وبين البهيمة؟ يعني لذلك أن الله سبحانه وتعالى قال عن يعني أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولذلك قال الإمام اللكنوي إن العوام كالأنعام. العوام يعني حتى العوام، الناس الجهال، الناس الذين ليس لديهم قدر من العلم أو الإيمان، هم كالبهائم. يعني وقت ما يريد أن يأكل يأكل، وقت ما يريد أن ينكح ينكح، وقت ما يريد أن ينام ينام. قارن هذا وبين مثلا من يقوم الليل،
من مثلا يحدد أوقات نومه بناء على صحته، بين من يأكل فقط القدر المفيد له، بين من مثلا ينكح فقط فيما هو ينفعه لا فيما يضره، ليس فيما ينكح يده. فإذا نعم ولا فكر في المآل، فهي تتناول ما يدعو إليها الطبع من الغذاء إذا حضر. يعني إذا عندك قط، ولا إذا عندك مثلا عصفورة نفس هذه طير، ولا عندك مثلا بهيمة، وقت ما تضع عندها الطعام تأكل، يعني إلا إذا كانت إلا إذا كانت شبعة ولا تأكل. لا يوجد وقت معين عندها للطعام، ولا يعني مثلا تقول لك أنا صايمة مثلا، أو مثلا أنا أؤجل الأكل الآن. وتفعل ما تحتاج إليه من الروث والبول في أي وقت اتفق، والآدمي يمتنع من ذلك بقهر عقله لطبعه. فالعاقل يقهر بطبعه، يعني مثلا شخص يقول أنا طبعي أني إذا استيقظت من النوم أشرب كذا، أنا طبعي أن بعد الغداء كذا كذا، أنا طبعي أن أغضب، أنا طبعي أن أنام متعود، أنا أنام متأخر متعود. أنا يقول أن الآدمي يمتنع عن ذلك بقهر عقله لطبعه. وأيضا هنا يعني الطبع أيضا يطبق يعني يعني أساس إطلاق الطبع على الغرائز. فالإنسان مثلا هو الإنسان بطبعه يحب مثلا النساء، مثلا الرجل بطبعه يحب النساء، لكنه يقهر بعقله طبعه، فهو لا ينجرف، لا يظهر يعني لا يظهر كل تماوته وكل انجوافه. يعني تكون المرأة أفضل منك من هالناحية، المرأة يعني لا تظهر مثلا إن كانت تشتهي رجلا أو مثلا تحبه أو معجبة فيه، لا تظهر، يعني تستخدم عقلها. فأنت كرجل من باب أولى، لكن بهذا الزمن بهذا العصر المشكلة أن تم استهداف العقل لأن يكون مثل الحيوان للأسف. يعني يقول فإذا عرف العاقل أن الهوى يصير غالبا، وجب عليه أن يرفع كل حادثة إلى حاكم العقل. عرف الإنسان أن الهوى راح يتدخل بكل شيء، فيجب دائما أن يخلي العقل دائما معاقب على الهوى، لأن فيشوف مثلا كل ما أن الإنسان حب أنه والله يفعل شيء، حب أنه يفتح الهاتف على صورة أو من غير داعي، فالعقل هنا وقف وقف توقف بالك. شنو يقولون عن ما أدري، لماذا تريد أن تفتح الهاتف؟ وماذا لو أنت نظرت إلى هذه الصورة؟ ستجلس تقاوم وتقاوم وتقاوم وتتعب نفسيا وجسديا، وإلى متى؟ وتضيع وقتك وجهدك وطاقتك. فيقول فإنه سيشير عليه بالنظر في المصالح العاجلة. طيب فكر، أنت عندك هدف، يستحسن أن يكون هدف قريب، عندك هدف، أنت تريد أيضا أن اليوم أنت تنام مبكرا، تريد أن أنت تفعل كذا، تريد أن كذا وكذا، تريد تستمتع، تريد صحتك، تريد كذا، تريد. فإنه سيشير عليه بالنظر في المصالح العاجلة، ويأمره عند وقوع الشبهة باستحمال الأحوط في استعمال الأحوط في كف الهوى. يعني أي شيء في شبهة يقولك تحوط، يمكن أنت تنتكس خل الهاتف بالسيارة، يمكن أنت تنتكس لا تفتح الهاتف، يمكن أنت تنتكس لا تأكل كثيرا مثلا وأنت في المنزل، يمكن أنت يعني إلى أن يتيقن السلامة من الشر في العاقبة. شوف هذا العاقل. وينبغي للعاقل أن يتمانع على دفع الهوى المأمون العواقب، ليستمر بذلك على ترك ما تؤذي غايته. هذه نقطة مهمة. الله ما توقعت النهاية.
يعني كذي كبير يندلق. طبعاً هذا عصير شمام، الشمام خفيف جداً، يعني كل ما أخذ كوب ينتهي بسرعة من غير أشبع، فأخذت هذا شمام مفيد جداً. وينبغي العاقل يتمنى دفع الهوى المأمون العواقب، يستمر بذلك على دفع ترك ما تؤذي غايته، ما تؤذي غايته. يعني حتى الأشياء اللي مأمونة العواقب اللي ما فيها مضارة اتركها. هذا كلام ابن الجوزي. لماذا؟ يقول تمرنا، يعني أنت في طعام حلال، في راحة حلال، في راحة مأمونة عواقب، في طعام مأمون عواقب، في مثلا يعني مثلا استخدام هاتف مأمون عواقب، ما يخالف تمرن على انك انت تدفع الهوى المأمون العواقب ليستمر بذلك على ترك ما تؤذي غايته، ما يضر آجله. يعني ان انت دربت نفسك على ان انت حتى الاشياء العاديه اللي ما فيها شيء فستتعود. مثلا شخص يحب الشاي، مثلا تبدا صغيرا، يعني يبدا صغيرا. يعني مثلا كيف تبدا صغيرا؟ مثلا يحب الشاي، متعود كل يوم بعد الغداء يشرب شاي، في هذا اليوم تبين لا يوجد شاي، او ان الشاي سيتاخر، او ان كذا، او ان صاحبه اتصل عليه، او حصل شيء. يعني لا اقول انه يمنع نفسه، كخطوه اولى حصل شيء ماكو شاي او سيتاخر الشاي، طيب يشرب شيء اخر. يعني هذا شيء بسيط، ابدا بهالشيء البسيط. شيء يعني في كل شيء قول اوكي. يعني انت لو تبدا بانه الجود من الموجود، وانه ليس لزاما اني انا يعني اخذ مثلا كذا، والله مثلا لا يوجد خبز، مو مشكله، ليست مشكله، والله ما في ايدام، ليست مشكله، والله ما في سير، ليست مشكله، والله ما في. على الاقل يعود نفسه ان حد يعني لا يكون متعمد، يعني هذه الخطوه الاولى، انه ليس شرطنا يكون متعمد في الدرجه الاولى. نحن ما لا يتوفر ليس مشكله، نعمل ايدام الخل عندما ايش اسمه. وليعلم العاقل أن مدمن الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذونها، وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها. يعني حتى مدمن الإباحية يوصل لمرحلة لا يلتذ بها، ومع ذلك لا يتركها. لماذا؟ لأنها قد صارت عندهم كالعيش الاضطراري. ولهذا ترى المدمن الخمر والجماع لا يلتذ بذلك عش والتلذاذ من لم يدمن. يعني مدمن الخمر، يعني أنا مرة شفت واحد روسي كنا مسافرين تايلند، هو جالس بالفندق على حمام سباحة طول اليوم يشرب، طول اليوم يشرب، طول اليوم يشرب كحول، زجاجة بعد زجاجة، اللي باب جبنا انه ما يسكر ما يسكر. واحنا يعني العرب لو الواحد فينا يشرب له شويه قام يطاطا يمين يسار. فهو يعني ذاك اللي مثلا لا يسكر كثيرا يشرب قليلا يعني يدخل جو وتكون له كذا. لكن هذا حتى مع انه ما يسكر لكن لازم يشرب. مثلا مدمن الجماع كثيرين خلاص يقولون نحن لا نريد ان نستمر بالادمان للجنس، لا نريد ان نستمر كذا، لكن لا نعرف يعني لا نستلذ به مع هذا النوع. بس لماذا؟ لا انا اقول لكم، هو لم يذكر لكن هم قالوا يعني في العلم الحديث، لانه يريد التجارب الأولى. في التجارب الأولى كان ملتذ فيها، بعدين صارت شيء روتيني، شيء ممل، مثل
اللي يذهبون للسهرات الماجنة وما إلى ذلك. هذه من يعني اعترافاتهم هم يعني. حتى أن في واحد أجنبي أسلم لهذا السبب يعني. قد مليت أنا من السهرات الماجنة. طبعاً مو كلهم يذهبون، ترى القلة اللي يذهبون يعني، أو أن في غالبيتهم في فترة فقط بداية الشباب يعني، بداية العشرين، ثم بعد ذلك لا يذهبون يعني. إلا يعني المهم يعني لسنا بصدد وضع إحصائية. يقول أن اليوم مثل بكرة، مثل بعد بكرة، مثل بعد بعد بكرة، مثل كذا. يا جماعة الجنس، ممارسة الجنس في غير الإطار الزواج والكذا، إنسان يعني مرة بعد مرة يشعر بشعور مريع، يشعر بشعور سبحان الله، أعرف يعني حتى الغير المسلم يشعر بشعور مريع، ليس شعور اللذة الذي يصورونها لك، لا. يعني لأن استنزاف للطاقة، يشعر بأنه هو يعني سبحان الله، في هناك شيء في الإنسان إذا ارتاح كثيرا، إذا التذ كثيرا، كما قال فرويد، يكتئب. إذا الإنسان يعني تعاطى اللذات كثيرا، طبعا هو أخذها من علماء المسلمين يعني، كثير من كلامه يعني كوبي بيست من كلام الفارابي، هذا كلها كتب هي اللي قامت عليها الثقافة الغربية، كل يعني هم ما أخذينها من الثقافة الغربية والإسلام، من الثقافة علم النفس. علم النفس، تبون تعرفون علم النفس اقرأوا يعني تعرفون طبعا بداياتهم كارل يونغ وش اسمه آدم سميث وش اسمه وفرويد و جيمس شو اسمه هذا، ذيل الشله اللي هم على بدايه على بد يعني نهضه علم النفس على شو اسمه. طبعا هم اخذوها من الفلاسفه ومن امور يعني، هذه الامور هذه فلاسفتهم ايضا. روحوا اقرأوا كتب الهندوس، اقرأوا كتب الصينيين، اقرأوا كتب المسلمين اللي هي مكتوبة في الفلسفة وفي السعادة وفي ما ذلك، موجودة يعني بلغانها كوبي بيست، الرازي وما إلى ذلك. وحتى أساسا حتى يعني مع احترامي يعني حق كل الثقافات، أنا عندي إثباتات يعني، حتى كتب الهندوس، كتب الصينيين مأخوذة من الصوفية عموما. وايضا بعضها ماخوذ من المسيحيه يعني، خلينا نكون منطقيين، وبعضها ماخوذ من اليهوديه. فكلما راجع الى الكتب السماويه، كل هذه العلوم راجع الى الكتب السماويه، بل حتى الفيزياء. اذا رجعتوا الى كتب المسلمين، طبعا في كثير منها ماخوذ من الغريق، من اليونان، من ما الى ذلك. والغريق واليونان ستجدون عندهم نصوص توافق يعني نصوص الكتاب والسنة عن الكون. شلون ما أدري، ما أعرف، قبل لا يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن عندهم نصوص في كتاب أنا عندي، وينه؟ إيه، مصباح علاء الدين، مترجم، يتكلم عن كيف انتقلت كيف انتقل العلم إلى الثقافة الغربية عن طريق المسلمين. فأيضا كتاب في اسمه عربك روت، كيف ان وفي كتاب شمس الغرب، شمس الله تسطع على الغرب. كتب كثيرة عن هناك كتب مخصصة، وفي كتاب حق زغلول النجار عن هذا الموضوع، كلها تتكلم على كيف ان يعني اتوا لك ب الإثباتات بأن هذه الاختراعات وهذه النظريات كلها مستقاة من بالإثباتات بالكتب بالصفحات بالشهادات، مستقاة من من الثقافة العربية والتراث العربي. سبحان الله يعني، أنا كنت أتذكر لما كنت في الغرب
يعني أود كثير تمر علي يعني أقوال حق المسلمين في تاريخ تراثنا مشهورة يعني ولا ينسبونها لهم، يعني مثل الشجاعة صبر ساعة، معروف إنه هذا حق عنترة نسبوها حق واحد أحد قوادهم اللي يعني قبل 100 سنة 200 سنة كذا. طيب هذا حق عنترة؟ قالوا لا هذا مثل عالمي سائر. فالشاهد انه يعني رجوعا الى حديثنا، احنا قلنا ان هم يصلون الى مرحله لا يلتذون بها كما يقول. وايضا يعني من باب هالباب هو سياتي على موضوع انه طارد اطرد الفكره قبل ان تصير، اطرد الفكره الخاطئه قبل ان تصير عزم، قبل ان تصير فعل، قبل ان تصير. هذا ايضا هم بالعلم النفس الحديث يرددونه ويقولونه، موجود من قديم الزمان، سناتي عليه. نفس الكوبي بيست، يعني نفس الكوبي بيست. خليك معتز بقيمتك واسلامك وتراثك، لا تقول انه لا هذه غير، هذه يعني فكره، ذيك ايديا، هذه خلاص يعني عندك عقل. احنا مو قلنا ايش يفرق بين البهائم وبين البشر اللي هو العقل والتحليل والتفرقة ومعرفة العواقب والمآلات وكذا. هذا الشيء من مصلحتك انك انت تعترف بان هذا تراثك، تراث اجدادك كذا، لان هذا من مصلحتك. اولا كون انه سيرفع الثقة بنفسك لان هذا اجدادك، ثانيا كون ان هؤلاء مسلمين وهذا جاء من مسلمين، فهذا الشيء من مصلحتك. فيجب تعرف الفرق بين ما يفيدك وبين لا ما يفيدك. يقول لا إله إلا الله، يقول يعلم العاقل المدمن الشهوات يصلون إلى حالة لا يلتذونها، مثل مدمن الإباحية يصل إلى حالة لا يلتذ، وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها لأنها قد صارت عندهم كالعيش الاضطراري. ولهذا ترى مدمن الخمر والجماع لا يلتذ بذلك عشوة تذاد من لم يدمن، غير أن العادة تقتضيه ذلك، فيلقي نفسه في المهالك لنيل ما يقتضيه تعوده. تخيل يعني من شوف الإمام ابن الجوزي، يعني يلقي حتى مدمن الإباحية مستعد أن يلقي نفسه في المهالك، يعرف أنه مضرة صحيا، يلقي نفسه، يعرف أنه يعني تدمر حياته، يلقي نفسه، يعرف انه هو ان هي تدمع علاقات اجتماعيه، يلقي نفسه، مستعد انه يلقي نفسه في المهالك لنيل ما يقتضيه تعوده، فقط انه تعود، فقط لانه ادمن، هذا تعود، في ما بالك بمن يدمن. ولو زال عين الهوى عن بصر بصيرته لراى انه قد شقى من حيث قدر السعاده. اعتقد ان هذه الإباحية سيجد فيها سعادة، لكن لو فكر تفكيرا مليا عارف أن هذه فيها شقاء ليست فيها سعادته. واختم من حيث ظن الفرح، ظن فيها فرح وفيها غم، غم وهم وألم، وآلم من حيث أراد اللذة، لا يوجد لذة في الإباحية، يوجد ألم، فهو كالحيوان المخدوع بحب الفخ. شفتوا أنتم كرام الفار اللي حطوا له جبنة في الفخ، يذهب أيضا لكي يعني لا يفكر أن هذا فخ، واضح أنه فخ، واضح يا حيوان، يذهب الحيوان إلى الفخ ناسيا وغير مفكر بأن هذا الشيء قد يصطاده، قد يكون مشوي، قد يذبح، قد كذا، فقط يفكر في لذته، في طبعه. بغل الإنسان أن لا يكون كالحيوان الذي يصاد بالفخ، كالفأر الذي يصاد بالفخ، لا هو نال ما خدع به ولا طاقة التخلص مما وقع فيه. وهذا حال المدمن الإباحية، لا هو نال الذي هو مخدوع به ولا طاقة التخلص مما وقع فيه، فيكون مصطاد هكذا معلق، لا يستطيع أن يخرج من دائرة الإباحية، ولا يستطيع أن هو يصل إلى شيء، ولا يصل إلى شيء، يركض 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 كمن يطارد السراب، لا هو حصل على ما يريد ولا هو استطاع أن يرجع ولا كأن شيء حصل.
أتمنى تكون رسالة وصلت، استفدتم. في فيديو آخر، في أمان الله.